عبد ابو 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 قديش صلي عادي بركتها؟ من العصر وكانت معصبة كتير حبيبي. يا جماعة مشان الله مشان الله بدي اياكم تفهموني، يستر على عرضكم افهموني، أنا غلطت ولعبت قمار، بدي اياكم تسامحوني، مشان الله سامحوني توبة وآخر مرة، آخر مرة وحياة الله. بس بدي ماما كمان تسامحني، ما بدي يصير من وراي شيء، الله يوفقك. لك يخرب بيت قلبك، يخرب بيت قلبك، شلون بتعمل هالعملة؟ بعدين أنت شو ناقصك؟ قل لي شو ناقصك؟ اسمع هلا مو وقت عتاب ولوم، هلا لازم حدا منا يقوم يدق على أمه. يعني انت بتقوم تدق على امك او انت او انت؟ ما في غير سعيد. يلا سعيد. ابد ابا لبا لك ما فيها شيء يا اخي، ما فيها شيء، ولا بيرضيك هيك؟ تم امك قاعده بغرفتها ومسكر الباب على حالها وزعلانه. ايه معلش حبيبي كرمالي كرمالنا، يعني اعمل ايه من الموجودين؟ قوم يلا. اما اما مشاني سعيد يلا. لك ريته ما عيد. لا حول ولا قوه. يا رب توافق يا رب. امين. خلي عمي قمار. لك قمار يا جماعه. خلص بقى نزيل. ان شاء الله نزيل خلاص. اسمعوني ولا حدا يقاطعني، والحكي للشباب بس. أبوكن تركني ورحل عن هالدنيا وترككن صغار، حملني مسؤولية إني أكون الأم والأب، طلعت عيوني بالطول والعرض لحتى شفتكن شباب ورجال بيعتمدوا على حاله. قلت الحمد لله كبروا وحملوا مسؤولية وشالوا كتف عني، بس اللي حسيته مو صحيح واكتشفت اني ما عرفت ربيكن. بالعكس يا انت ربيتينا احلى تربايه. بعدين يا مو اذا غالب ولد معقول الكل يكونوا غلطانين؟ بدي اسالكم سؤال يا اولادي، لو ما عندكم هالخان شو كنتوا بدكم تشتغلوا؟ تركت لكم اياه، شو ما بدكم تسوفوا ما عم حاسبكم، ولا قلت لكم وين رحتوا فيه ولا شو جبتوا منه. مزبوط مزبوط غالب غلط، بس غلطتوا فتحت لي جروحاتي وصار في شيء بقلبي لازم احكيه. احكي امي احكي، طلع لي جواتك ونحن عم نسمعك. حدا منكم فكر بيوم من الايام يجيب لي جوز جرابات؟ حدا منكم فكر بيوم من الايام يفوت علي بورده؟ ولك حدا منكم فكر بيوم من الايام انه يسالني شو عم يجاني؟ ولك حدا منكم فكر يمسح دمعتي اللي بيبكيها قلبي قبل عيني؟ كل همكن شو طبخت لكم وشو جاكم مصاري؟